ان الفلسطينيين اضطروا انهم يهاجرون مره ثانيه من الاردن وراحوا لبنان. ما جلسوا في لبنان كذا سنه الا ابتدوا يتصرفون مثل ما تصرفوا في الاردن، ولبنان اصبح الهدف الاخر، فلسطين موجوده عندهم. ابتلوا لبنان وصارت الحرب الفلسطينيه اللي نتج عنها الحرب الاهليه في لبنان، اللي الى اليوم لبنان يدفع ثمنها، ونتج عنها الاجتياح الاسرائيلي ووصولهم لاول مره العاصمه العربيه.